بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جايين النهاردة بأشيك الموديلات، مش كده وبس، عندنا أرخص الأسعار كمان علشان نجيب لكم كل الشتوي بتاع 2022 بالأسعار. عندنا ميني دريس، عندنا بلوفر، عندنا بقى السويت شيرت والجواكت، كل انواع الجواكت موجوده يا جماعه. عندنا المقاسات العاديه وعندنا كمان الاوفر سايز. هندخل بقى نتفرج على الفيديو ونتفرج على الحاجات الحلوه دي، بس ما تنسونيش في الدعوه الحلوه واللايك وشير، شيروا على قد ما تقدروا. ندخل بقى على بركه الله فيديو النهارده. النهارده بنصور من عند محل شاسع. فين يا جماعه؟ احنا في اخر سعد زغلول من ناحيه محطه الرمل، وقريب قوي برضو من المنشيه. يعني ادي ده المبنى الابيض ده سنترال المنشيه، هو في وشه، يعني يعتبر في وشه على طول. تمام، هنتفرج بقى على الموديلات الجديده ونشوف الاسعار. وهي شايفين كده من بدايه كده، في حاجات ب50 اهي، في ب100، اسعار حلوه زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى ندخل نتفرج. ادعوا لي بقى دعوه حلوه بالصحه وان شاء الله اعمل لكم احلى فيديو النهارده. يلا بقى نبتدي كده على بركه الله. شايفين طبعا، افرجكم برضو الاول من بره كده. تعالوا ندخل بقى على طول نتكلم في المفيد. بصوا اسعار حلوه زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. السلام. نبدا بايه بقى؟ اتفضلي. الله يخليك. احنا عندنا اول حاجه الحاجات دي، السايز بتاعها قد ايه؟ لا بنلبس اي حاجه اوفر سايز. اوفر سايز، عندنا بدانا بالاوفر سايز ب 175. الوانه ايه جميل؟ لا في جراي، في ابيض، جراي فاتح، اسود، وفي هافون، وفيها فون كمان في الالوان دي كلها. ايوه، وزي ما قلنا اوفر سايز. حلو، ده ب 175 وفي حاجه ب 200. نشوف اللي بعده. في حاجات كده ستايلات عجينه، المقاسات المحيره دي، العجينه المقاسات المحيره، ده يعتبر ميني دريس. بالظبط. بكام يا قمر؟ 200. الوانه ايه بقى؟ في منتو وفي بيج وفي كحلي وفي زيتي. حلو قوي، ونبيتي. تمام، الله ينور. في ايه تاني؟ في ستايلات برضو الميني دريس دوت، نفس بس على تريكو برضو. ب 150 اهو بالوانه. في الاسود والجملي والمنت. الاسود الجملي والمنت واللافندر. حلو قوي، الله ينور. في حاجه كده ده بالايس كاب. بصوا بقى النهارده احنا هنتفرج على ايه؟ البلوفر بالايس كاب، بس على فكره طويل. هو مقاسه ايه؟ وان سايز برضو. بصوا يا جماعه، هو تريكو من هنا، وهنا في حاجه كده زي الفرو فوطة، بس زي خامه الفوطه ب 150. الوانه بقى، الالوان دي متاحه نبيتي، في جراي، في كشمير، في أيوة. بينك. بصوا البينك بتاعه كمان اهو، 150 بس. تمام، الله ينور. حاجه تاني لون واحد. ايوه موجود لون واحد. ماشي، بس نشوف الاول الحاجات دي. طيب في حاجه كده، ايوه ليدي. ايوه بكام ده؟ ده عامل 100. ده عامل 100. تمام، في منه قصه تانية. في منه قصة تانية. حلو، شوف القصة التانية. حاجة كده 100 برضو، زي بونشو يا جماعة، يعني في بشراشيب وفي من غير شراشيب زي ما انت عايزة. امال ده ميني دريس اللي جنب ابو ايس كاب؟ ده بكام الميني دريس ده؟ 200 برضو. تمام، منه هو والهافون. هو والهافون. شفنا بقى التشكيلة دي، تعال نكمل بقى. في سويت شيرتات فوق كده اوفر سايز. اوفر سايز 125. تمام، الله ينور. في برضه عجينه، عجينه بس كات ده، تحت الشميزات برضو بيبقى شكله حلو، تحت الشميزات ب 150. وفي طبعا الوان، الالوان كلها المتاحه. وده زي ايه ده بقى؟ ده تونيك مثلا، جلد. ب 150 هو الدراع بتاعه ابيض، يعني هو مش شميز ولا حاجه. بس هو الدراع نفسه حلو. بصوا ده كمان نص ونص برضو، المقاسات الخاصه، من المقاسات الخاصه ب 200. حلو قوي. في نظام برضه سويت شيرتات كده برضه، بصوا كانه الجلد حركات من تحت كده. بصوا يا جماعه ب 150، في الوانه برضه. في عندنا ده، وفي حاجه كده كاروهات، ده ب 200 الكاروهات ده. وفي بقى تحت ده بقى اللي هو اللي احنا شفناه، في حاجه زي كده، ده بكام؟ 150. 150 ده رولو برضه، بينك وكشمير وشاشي والمنين دول. حلو قوي. تمام، وكده برضه نص ونص. نص ونص، طالع ترندي جدا. 150. في منه برضه الوان اسود طبيت ونبيسي في جراي. حلو قوي. تمام، تعال نشوف اللي بعده. في حاجه كده 175. تمام، الله ينور. في منها برضه الوان. حلو. في حاجه كده بتلبس اي حد، رفيع او مليان. ده زي ميني دريس برضه. بالظبط. ب 150 يا جماعه، بتلبس كل المقاسات كده في النص. حلو قوي. وفي طبعا اكيد الالوان بتاعته موجوده، الالوان كلها متاحه. ماشي، عندنا بقى اوفر سايز.
في ده ب 125 واللي جنبه ده ممكن نشوفه اللي هو اللي جنبه 150. اه بصوا ده كمان بيبقى واسع من فوق، ده ب 150 حلو قوي. في عندنا برضو احنا شفنا الشميزات دي، تعال نشوف جوه. لو دخلنا بقى هنشوف برضو شميزات زي دي بس طويله وواسعه اوفر سايز ب 250 حلو قوي. وفي حاجه زي كده برضو منها ب 150، ده قصير، ده قصير شويه، هو متاح القصير والطويل بتاعه. في ده حاجه كده شبه الميني دريس، وشفتي تي شيرت من فوق والايس كاب بتاعه، يعني ده ميني دريس كات. ميني دريس كات يا جماعه، بالجاكيت بتاعه وبالبلوفر بتاعه والايس كاب. بكام بقى ده؟ ده من 225. 225 حلو قوي. في حاجه كده جاكيت، ايوه مفتوح فوق ب 200، شماغ 150 تمام. في منه $2 تمام. مقاساته ايه؟ وده مقاساته الاسود ايه؟ الوانسس بس بيلبس رفيع ومليان تمام. وفي حاجه كده كوخ بكام الكوخ ده؟ بتعمل 300. 300 جنيه تمام. طب الوانه موجوده كمان، في جملي والاسود والكشمير والزيت والجراي والدريسات. بقى في الدريس بقى ده يا جماعه، ده في منه الوان ولا هو اللون ده بس؟ لا في الوان كمان. ايوه ب 150. ده يلبس لغايه مقاس كام كده؟ يعني 100 كيلو كده. 100 كيلو ولا 80 كيلو؟ لا 100 كيلو عشان في مطعم. تمام. وفي الدريس بقى اللي هو الجلد ده، ده برضو مقاسات وان سايز. وان سايز بصوا بكام بقى ده؟ تعمل 275. 275. نتفرج بقى على الدريسات التانية كمان. في حاجة كده برضو تتشد من هنا، يكون بادي وجيبة اللي انت تمام عليه علامة اهو جيفنشي ب 100 جنيه. في منه بقى كذا لون صح؟ لا هو في منه ده الحالين والموف واللافندر. واللافندر حلو قوي. في شميزات ب 50. الشميزات دي لغايه مقاس كام؟ ده ب 50 تمام. ب 50 بس هو اسود بس؟ في اسود وابيض وفي كام حته الوان على الستاند برضه. حلو قوي. بس ده طبعا ما بيلبسش الا لغايه 65 كيلو زي ما قلتي. تعالوا بقى نتفرج على الحاجات التانيه. في برضه كده برضه بصوا ده ميني دريس يا جماعه. ايوه قولي يا قمر. برضه بيلبس اي حد حلو قوي. وفي منه الجمل والكشمير. كشمير والجمل تمام. نشوف اللي بعده، ده بقى كم كاروهات. ده زي قصة جديدة. بصوا بقى حاجة جديدة دي، ده هو برضه اوفر سايز، ممكن واحدة تلمه بحزام وممكن تسيبه. ممكن على فكرة يبقى كأنه ميني دريس برضه على بوت ولا حاجة بس يبقى قصير شوية. ماشي. وبالايس كاب اهو، ده الايس كاب اللي هو التاني. ده اللي فيه خرز بقى. لوني ونفس الكاب بتاعه. ايوه ب 150 برضه. في جاي منه برضو الوان تاني بكره. ده ب 150 حاجه طويله كده، ممكن تلبسه تحت الشميز. حاجه طويله في منه الاسود بتاعه، في منه الاسود الابيض والاسود بس. طبعا دلوقتي الشماغ ديت اللي هي مقاسات محيره برضه. ايوه 150 بيبقى قايم جدا اساسا في اللبس. تمام حلو قوي. وفي منه الالوان، في منه الالوان بتاعته جراي وجمالي وال. بصوا يا جماعه في برضو دريس ب 35 برضو تشوفوه. برضه ده صفيات بقى. امال الجواكت دي بكام؟ ده ب 200 جاكيت كوخ. ده ب 200 كوخ. هو واللي جنبه، هو واللي جنبه ده ب 200 تمام. بكام بقى الجاكيت ده؟ 150. ده كل المقاسات حلو قوي. في منه برضه كذا لون وكذا درجه. حلو قوي. ده القصير وادي قصير اهو. برضه قصتها اللي هو كم واسع. من هنا بيبقى مظبوط بس اوفر سايز في الكم. تمام. وفي الجلد بقى ده كمان. في بقى عندنا الفستات دي ب 150. كل المقاسات دي مقاسات كبيره، مقاسات خاصه. حلو قوي. واللي هو اللي جنبه الجلد دوت عاملينه عليه ب 150. 150 بس مقاسات لغايه كام الجلد؟ ممكن يلبس 70 كيلو. 70 كيلو صغير يعني. و 175 ده برضو لغايه كام؟ لا ده في منه مقاسات خاصه. في منه مقاسات خاصه. حلو قوي. في حاجات وراكي كاروهات دريسات زي دي كده. ده ميني دريس. ده ميني دريس بكام بقى ده؟ بس ممكن تلبسه ستريتش او تسيبه على حسب. بكام يا جميل؟ ده من 200. 200. واللي جنبه ده جاكيت كوخ كوت. بكام برضو؟ ده من برضو 200. تمام. بصوا طوله قد ايه؟ تمام حلو قوي. وبقى الحاجات اللي على الستاند دي، اي حاجه اي حاجه عليها قد 100 جنيه. اي قطعه ب 100 جنيه وشغل كل شتاء يعني. ممكن تطلعي لنا كده تفرجينا قطعه حاجه شبه كده ب 100 جنيه بسرعه. اي قطعه في الستاند ده ب 100 جنيه يا جماعه. في حاجات كبيره وفي في حاجات اوفر سايز. في اوفر سايز اهو. سويت شيرت تمام. كل الستاند ده اي قطعه ب 100 جنيه. ده مقاسات ده برده مقاسات، هتلاقوا برده المقاسات موجوده فيه. تمام الله ينور.
وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون حلو واستفدتوا منه، وان شاء الله تكون مشاهدة ممتعة كده. اتمنى لكم طبعا كل الخير، ما تنسونيش بقى في الدعوة الحلوة واللايك، واكتبوا كومنتات كتيرة علشان انا بحبكم جدا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.